الله يجازيك أود السير هنا. يا كنت خليناك في فلسطين جاي تدير هنا. تنتعجب هاد الغرايب كلهم اللي دايزين على هاد الراس وباقي كنضحك. وكنتعجب لهذا التيار وهذا الحزب وهذا النقابة. كنتعجب بعد كل شيء هاد الشيء اللي داروا لكم وباقى فيكم الرجلة رجالا ونساء وجايين في الليلة اللي تتسبق ليه. تنتعجب. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم. اسمحوا لي مزيانة الإخوان نقول لكم واحد القضية. من نهار اللي الحزب ديالنا جاب 42 مقعد في 2002 انتقل من 14 ل 42 والمؤامرات خدامة باش نتهمشوا وباش نضعافوا وباش نجيو حنا الاخرين ولا ما نجيوش كاع. ومع ذلك بفضل الله اولا ثم بمجهوداتكم ومجهودات امثالكم ومجهودات اخوانكم واخواتكم بقينا الحمد لله صامدين. بقينا صامدين حتى 2007 والانتخابات ديالها لا العماليه ولا التشريعيه ولا الجهويه ولا المحليه. وبقينا صامدين حتى 2011 ملي وقفات بلادنا على الرجال اللي خرجوا للشارع يقولوا نعم بغينا الاصلاح، بغينا العدل، بغينا المعقول، ولكن ما عندناش استعداد نغامروا بلادنا ولا بالنظام الملكي ديالنا. وكنا طرفا اساسيا ومساهما مع النقابه ومع الحركه لاننا تيار واحد. كنا طرفا مساهما في انقاذ المغرب من التردي الذي وقع في دول المجاوره. ونعترف امام الله ان هذا كذلك يرجع فيه الفضل الى جلاله الملك الذي رفض. وانا اسمحوا لي كنقول لكم اشياء ماشي تخمينات، تنقول لكم معلومات. الذي رفض ان تمس الانتخابات في اكثر من مره. وان الشعب المغربي اعترف لنا بموقفنا وصوت علينا في 2011، صوت علينا ب 107 ديال المقاعد البرلمانية وقدنا الحكومة لمدة 5 سنوات وخرجنا ويا للعجب. وطبيعة الأحزاب حين تقضي ولاية فإنها ترسب في الولاية التالية، ولكن خرجنا في هذه بعد هذه التجربة ب 125 نائبا برلمانيا. والاتحاد الوطني ساعتها دخل مشرفا الى قبة البرلمان بعدد اكبر من العدد الذي سبق، والمستشارين ديالنا اكثر، ولكن المؤامرات لم تتوقف. وخرج من خرج كيقول لك اودي كاين البلوكاج. لاش هذا البلوكاج؟ باش يحيد عبد الاله من كيران. ايوا ها هو حيد عبد الاله من كيران. ماشي مشكل. عبد الاله بن كيران مجرد انسان. عبد الاله بن كيران مجرد مواطن عادي. عبد الاله بن كيران معرض للموت والبراد لا قدر الله للانحراف وغيره. ولكن انتم شنو درتيو بالبلاد؟ انا غنقول لكم واحد القضيه الاخوان، سمحوا لي. انتم عمال وعاملات موظفين وموظفات وكتكلموا بزاف على الاجور والغلاء. انا نقول لكم واحد القضيه، انتم ما مستوعبينش واحد الاشكال. شتيو المغاربه ما عارفينش حنايا علاش حنا مقدمين في المستقبل. يقدر الاسعار تزيد تغلى، يقدر تكون مشاكل ماديه، ولكن واحد النهار كنت في الولايات المتحده ونظرت واحد السيده في الجامعه ديال جورج تاون، قالت لي كيف غادي ديروا في المغرب وعندكم الفقر؟ قلت لها المغاربه ما كيخافوش من الفقر،
وما كيشكيوش من الفقر. المغاربة كيشكيو من عدم العدل، المغاربة كيشكيو من الظلم. تحية نضالية قيادة، وتحية نضالية قيادة وطنية، وتحية نضالية قيادة وطنية. ولهذا انتم غادي تشوفوا، باللي داكشي اللي اقترحت عليهم انا في الوقت اللي كنت رئيس الحكومة احسن من داكشي اللي وقع عليه البارح. هاد النقابات اللي ولات كتفرط في العيد العمالي ديالها، وولات كتعتذر باللي غدا كاين عيد الفطر، ويكون كاع الفطر ونجيو نحتفلوا ونمشيو نصليو ونديروا الاحتفال ديالنا ونرجعوا نفطروا في ديورنا، مالنا شو المشكل؟ ولات هاد الهشاشة في هاد النقابات الكبرى العظمى الأولى اللي كتاخذ الفلوس الأكثر من الناس كاملين، ولات كتخاف دير حفلة ليلة قبل العيد، ياك ما عوالين تصوموا غير 28 يوم. أنا بقيت كنفكر قلت والله إلا عندهم الحق، لأنهم تيتعاونوا مع الأحزاب ديال البلوكاج تيتعاونوا معاها باش يطيحوا العدالة والتنمية. إذن هادو ولاو نقابة ديال الباترونات الكبار جدا جدا، ماشي ديال العمال. أنا هذه رسالة كنوجهها للعمال والعاملات اللي موجودين في هذه النقابات، يفيقوا من القلبة، ويعرفوا رؤوسهم مع من، لأنه حنا بهاد المقالب، وسمحوا لي ما بغيش نستعمل الكلمة الدارجة لأن هي اللي مناسبة، اللهم إني صائم. اتفاقات المهزلة، لا لا ثم لا اتفاقات المهزلة. هاد الشعب بالعمال ديالو، بالرجال ديالو، بالنساء ديالو، بالموظفين ديالو، بالموظفات ديالو، بالأغنياء، بالفقراء ديالو، بالفلاحين، بالأغنياء المعقولين، بغى المعقول، بغى الصدق. إلا صوت على العدالة والتنمية طلع العدالة والتنمية، إلا بغى عبد الإله بن كيران يجي عبد الإله بن كيران، إلا بغى أخنوش يجي أخنوش. أما نتولي عندنا حكومة كل شيء عارف باللي وصلات بالفلوس ووصلات بالنفوذ ووصلات بالتوصيات ديال رجال السلطة ووصلات بالكذوب والخداع، لأنه غير قولوا لي واحد القضية، هاد الصحافة اللي جات اليوم ديال 13 ديال النواب البرلمانيين، غير هادو راه فيهم أكثر من 13، واش هادي ديال 13 عباد الله؟ 13 ديال النواب البرلمانيين كاع جابت هاد الصحفيين وهاد الصحفيات، وهاد الشعب هذا اللي جاي من كافة ربوع الوطن قريبة، واش هذا معقول هذا الكلام؟ معقول أن حزب العدالة والتنمية يكون ممثل في 13؟ حنا كنعترفوا باللي درنا أخطاء، وإن هادشي بزاف على 13، وما تقولوش ليا لا ما درنا والو، لا درتيو، وإلا إلا ما درتيوش، علاش عطيتيونا ثلاثة في مجلس المستشارين باش يديالنا؟ تاخذوا لينا ديالنا وتعطيونا اللي ماشي ديالنا، واش هادوك اللي ماشي ديالنا خذوهم نتوما ربحوا بهم، حنا ما قابلينهمش، حنا ما داخلينش في اللعبة، حنا خصنا يبقى الراس ديالنا مرفوع وتبقى المواقف ديالنا مشرفة، وحتى إلا غلطنا كنعترفوا وتنقولوا عملنا غلط، وهذاك الغلط حنا كنعتذروا عليه وكنتراجعوا عليه. نعم الموقف من اللغة العربية كان خطأ، والتطبيع كان خطأ، والقانون ديال الكيف كان خطأ، ولأن هادشي بزاف على هاد العدالة.
ولهذا انا اليوم اللي قالوا لي الاخوان ديالي في النقابه اللي ما تنطبقش معاهم على كل شيء، ملي قالوا لي السي عبد الاله تجي قلت لهم علاش اللي ما نجيش؟ الاجواء الكريم لو دعي الى طعنه لا اجاب. انتم اخواننا وحنا اخوان، ماشي استراتيجي، حنا نحن ابناء ام واحده، نحن اخوه وما عمرنا غنفرطوا في بعضياتنا، وغنبقاو متلاحمين في الخدمه ديال هذا الوطن. نعم كانت عندنا بعد الانتخابات المعروفه كانت عندنا اصوات تنادي بان نتخلى عن هذه الانتخابات ونخرج من هذا العمل السياسي ونغلق هذا الحزب، ولكن احنا استشعرنا، رغم ان انا ما نخبيش عليكم، انا 5 سنين وانا جالس في الدار ديالي وما كان عندي حتى مشكل باش نزيد نتفرغ الامور اخرى اللي كان اعتبرها حتى هي من احسن ما يكون، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين، وهذه ما يقدر حتى واحد يمنعني منها. ولكن قلت واخا السن ديالي واخا الظروف الصحيه ديالي ما بقاتش بحال قبل، انا غادي ننزل لهذه المعركه باللي جاب الله، ولا كتب علي الله سبحانه وتعالى نموت فيها غنكون سعيد لانني غنكون متشهد. ولهذا اخواني واخواتي العمال والعاملات والموظفين والموظفات والذين والمواطنين والمواطنات الذين يسمعون هذا الكلام، ما تنازلوش. المغاربه كيقولوها بالدارجه، ما تفكوش. بلادنا هادي وخص يكون فيها داك الشيء اللي كنعتبروه معقول، والمعقول هو نكونوا مع المواطنين ديالنا صادقين ونجيو لعندهم، اذا كان الخير موجود نوزعوه بطريقه قريبه للعدل والمساواه، ولا كان الخير قليل حنا رحنا شعب اللي كنعيشوا بالخبز واتاي، وعاود ثاني مستعدين نعيشوا بالخبز واتاي اذا اقتضت مصلحه الوطن ذلك. ولكن باش ندخلوا في الالاعيب والمقالب، انا غير كنتسال واحد القضيه هذه غنقولها لكم، هاد القوالب هي واش باعيه واش كل مره يديروها بينا، ولاو العيالات كيدعيو على يوسف بالكونسير اللي صوتوا على اخ نوش، واش شتيو هاد الشيء ولا ما شتيوش؟ والله الا بقى فيا الحال، بقات فيا الحال داك المراه مسكينه اللي بقات كدعي على راسها. طبعا انا لا حتى انت ما كانش خاصك تاخذي 10000 ريال ولا 4000 ريال، انا كنقول لكم المغاربه المغاربه ما كاين حتى شي، ما كاين حتى شي قوالبي كيخدم بوحدو، كلشي القوالبيه كيخدموا مع هذوك المدوخين، بركه من الدوخه، فيقوا من النعاس، خاصكم تعرفوا روسكم راكم بلاد كبيره وتاريخ مجيد وامبراطوريه حكمها الادارسه والمرابطون والموحدون وغيرهم حتى وصلنا الى الاسره العلويه، وهؤلاء هم الذين دافعوا عن الاسلام في المشرق، حتى ان نابليون من اللي بغى يدخل ما جاش للمغرب، مشى لفرنسا، مشى لمصر. هذا الشعب الاخوان الكرام ماشي شعب عادي، هذا شعب ديال الرجوله، هذا شعب ديال الشهامه، هذا شعب ديال الشجاعه، هذا شعب ديال الكرم، هذا شعب ديال المعقول. ما يمكنش يبقاو يتلاعبوا بنا. قلنا لكم وكنقولوا لهم اليوم، هاد التلاعبات واخا تفلت كل مره ما غاديش تفلت دائما. هاد الشعب راه ما بغى منكم حتى حاجه، بغى منكم غير المعقول. كاين شي ربح نقسموه كاملين بطريقه عادله، ما كاينش نصبروا كاملين. حنا دابا كنشوفوا باللي كان المغرب تتحكموا الشخصيات السياسيه والثقافيه والعلميه، واليوم وصلنا لدرجه هانتوما كتشوفوا الحاله ديالنا. لا حكومات الحكاره السلطه والتجاره، وحكومات الحكاره والسلطه والتجاره، وحكومات الحكاره والسلطه والتجاره.
صراحة نقولها ونعودها، ما زلنا نتساءل عن سر ثرواتهم الفاحشة. حنا ماشي ضد الأغنياء، سمحوا لي، أنا الثقافة ديالي ما كتسمحليش تكون ضد الأغنياء اللي كيخدموا على دراعهم وتيجيبوا الثروة على دراعهم. ماشي اللي كتسهل لهم الأمور، وماشي اللي كياخذوا الديون الأبناك اللي بغاو ويشريوا اللي بغاو ويبيعوا اللي بغاو ويتعطاهم الاحتكار. الأغنياء الذين في وقت الشدة تتضاعف ثرواتهم، في الوقت الذي عموم المواطنين يرزحون فيه تحت ضعف، تحت غلاء الأسعار كما قلنا. هذا كله يجب أن يتغير، ولن يتغير بعد الله سبحانه وتعالى إلا بجهودكم، وجهودكم وتبقوا مناضلين وتبقوا صامدين وتبقوا في الأماكن ديالكم. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.